Quem she birds? Nós está mais está. أهلا وسهلا هاجر، مرحبا. أهلا وسهلا كارلوتا. نعم البارح لقد انتظرتك يا حبيبتي يا كارلا. أعطيني السؤال اللي بغيتي كارلا. أهلا وسهلا رزان، أين كنت؟ بيلا أهلا وسهلا، مرحبا ألما، وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا يا ملكة الملوك، ملكة الملكات، المليارديرة، يا مرحبا. اهلا ايمان المي، كنت بتفكري فيا. القلب على القلب يا اختي خديدج، اهلا وسهلا انشراح، مرحبا. الحمد لله رزان، ان شاء الله تكوني تنتي بخير. غيطاج اهلا وسهلا، قلت لي شفا العام لي وما يظهر لي من الملي. مزيان والله، الواحد هو اللي يقول حاجة زوينة اللي يتمناها. يا مرحبا وسهلا بنوات، من القلب للقلب. نعم، فان شاء الله نشوفه بصفة عامة يا كارلا، وشنو غادي يعطيك انفال ان شاء الله يكون خير. دائما حمدين وشكرين وهبة، وعليكم السلام. انا بحبك وغيرك انت نوبادي، تهجرني ليه وتحب بعضي سمبادي. انا بحبك وغيرك انت نوبادي، تهجرني ليه وتحب بعضي سمبادي. انا بحبك وغيرك انت نوبادي. ايوه يا اختي، هشوف لك الفال يا جميلتي الجميلات، ان شاء الله يكون خير. اهلا امنا، مرحبا. عليكم السلام يا عاشقة نفسي. اهلا وسهلا بالاحباب، زارونا ولما الاطاب. اهلا وسهلا بالاحباب، زارونا ولما الاطاب. هوب هوب، شناناي شناناي ناي، شناناي يمه وشناناي ناي. هوب هوب، شناناي شناناي ناي، شناناي يمه وشناناي ناي. هادي انتي والحظ ديالك بصفة عامة، إن شاء الله يكون خير. لا لا لي را لا را، لا لا لي را لي ري، لا لي لي را لا را، لا لا لي لي را لا ري، لا لي لا لي را لا لا ري، تير لا لي لي را لا ري، يا لا يا لي 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 يا لا لا لي. شوفي انت في الايام المقبله غتكوني كتفكري في اوراق. الرجل الاسمر غادي يعبر لك على الحب والموده ديالو، او غادي يبوح لك بسر حبه. سر حبك مرنان، شنو سميت هذيك الكلمات ديال رغيب علامه؟ سر حبي مرهنا، ما عقلتش. فكري لنا خديجه، من حيت نسالي كتبي لنا الكلمات، كتعجبني ديك الاغنيه. فشوفي يا حبيبة قلبي ومهجتي وفؤادي، هذه أنت ستكوني في الأيام المقبلة تفكرين في عقود أو أوراق، عليك عين وحسد. ستكوني معزومة في سهرة أو حفلة، رجل أسمر سيعبر لك عن حبه وهيامه، ويعترف لك بحبه، وسيكون صادقا في اعترافه هذا. كيقول لك يا حلوة الحلوين، في خطك العاطفي هناك شخص آخر هو حنطي. الحنطي هذا يعني مشتاق لك اشتياق كبير، ويفكر فيك بالليل كثيرا، ويريد أن يراك أو يأتي لزيارتك. أوكي، الإنسان هذا بيفكر يعني يعطيك فلوس، أو بينك وبينه فلوس أو هدية. ويقول لك حاولي في الأيام المقبلة يعني ما تبقيش في نفس النمط ديال التعامل مع الرجل، الروتين يعني، غيري شي شويه حركات، يعني الدردحي يتلحلحي شويه، يعني غيري الطريقه ديال التعامل.
كلمات حركات، يعني ما تخليش الأمور على نفس النهج والطريق اللي انت بتخطيه في حياتك العاطفية. بالنسبة للعمل، يقول لك العمل راح يكون عندك كلام مع شخص ورجل وامرأتان بخصوص العمل. يقول لك السيدة الأولى لن يتم معها شغل، متوسطة في العمر أو صغيرة. الإنسان اللي كبيرة شوية في العمر حيكون عندك معها شغل، أو حتشتغلي أنت وياها يكون عندكم نجاح. لكن رجل، هو رجل عنده منصب، هذا الإنسان هذا باغي غير الحرام، يعني حتى إذا كان حاجة في الشغل باغي حاجة تهريب، حاجة ممنوعة، حاجة غير مسموح بها، يعني بيتعامل بأمور مش قانونية. بالنسبة للحظوظ، الحظوظ راح تكوني محظوظة في كل ما يخص اللقاءات والصلح، وغادي تكوني محظوظة في عزومة حيعزمك هذا الأسمر هذا، أو عندك لقاء مع هذا الأسمر حيجيب لك يعني يا أختي هدية، يا أختي مالية كده مضخمة ملوكية بتاعت التموليك بتاعت الملوك. أوكي، هنا رجل بيض كذلك ممكن في آخر هذا الأسبوع حيتواصل معك اتصالات، وحتى هو حاب أنه يقدم لك هدية وحاب يجي لحد عندك في البيت. هذا الأبيض كان هو عمل لك بلوك أو أنت عاملة له بلوك، حيتفك هذا البلوك، يعني 7 أوقات الماضية، يمكن 7 أيام أو 7 أسابيع أو حتى 7 أشهر وقع بينتكم سوء فهم أو خطأ بيناتكم، وقع بيناتكم بلوك، حيرجع من جديد. هذا سر حبي ملنن، هذا ما ظهر في فلك الأول. أعطينا الفل الثاني. أهلا ماري ماري، السؤال الثاني. أهلا سيليا، أيوة أيوة يا أختي، أيوة يا حبيبتي، فرق الشربات. أهلا يا الكوثر، مرحبا. آويها وكارلا ناجحة في حياتها العاطفية، آويها وراح تجيها الأيام هذه هديتين تاني بيني وبين حسن. أوكي، آويها وتجيها سيارة تسلا، آويها ويجيها طقم ألماس. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق في جو العشق. ايوه يا خديجه كده، ايوه كده انت كده يا خدك دك. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلف. وي زوينه هذه الاغنيه، دي كلمات رائعه جدا. يا اختي، يا اختي صرصيرو، يا مرحبا يا ساره. ساره يا اختي قولي لنا السلام عليك، وازيك، وعاملين ايه، بتقولوا ايه، النظام بتاعكو ايه، يعني دخل دفشه كده يعني بو. يا رزان ده انا مجتهده. متصربعه على ايه يا ماري، متصربعه على ايه؟ انا الاحلى، الله يحلي ايامك يا حلوه. الله يحلي ايامك يا اختي. فغادي يكون هذا الفل ديالك دعاء بنت نوال، هذا الحظ ديالك مع احمد ابن نضال، ونشوف من الان الى نص هذا الشهر هل في اشياء جديده. اهلا وسهلا يا العشق، يا مرحبا حنان الحلاوي، عالم ام مفيده، يا اهلا وسهلا يا اختي، مرحبا بك، اهلا وسهلا بالشابات الفتنات الغزالات المنورات. منور منور يا حبي منور.
هاني هنا مال حبيبي ما جاش، وهاني هنا والصيد ردوايا، هاني هنا مال حبيبي ما جاش، وهاني هنا والصيد ردوايا، وهي ولا زهر ليمون ويلعبو الزين، وهلا لا 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 وهالمهمة. وكيفك وكي وليه؟ شوفي يا اختي، بيقول لك الايام هذه حتكوني مهتمة بالامور الروحانية، طقوس، عبادات، تقاليد، بخور، ادعية، شموع كده. شوفي الرجل الابيض اللي تكلمنا عليه في الفال الفائت، اللي قلنا يمكن كان بينكم بلوك، الانسان هذا راح يرجع وراح تلوميه وراح تعاتبيه، وهو يمكن يكون سي احمد. يعني اللي تكلمنا عليه الابيض اللي تكلمنا عليه في الفال السابق، احتمال كبير يكون هو سي احمد، راح يجي او ممكن يجي لعندك هاد الاسبوعين للبيت، وراح تلوميه وراح تعاتبيه، ما تخليه ولا كلمة مش حتقوليها له. يعني ما شاء الله عليك، كل الكلام اللي جمعتيه الأشهر السابقة ما قلتيش، حتتبعبعي عليه، غادي تقرعي عليه، غادي تديري عليه بح، فهمتي؟ غادي انتي هنا وهو هنا، غادي تكبي عليه كل المفردات الجميلة من المستوى الجميل، هتعمليه احنا كنقولوا غادي تقرعي عليه، حشيلو. ايوه شنو كتقولوا لما التخمه، عندما تكون هذيك التخمه وبعدين تعملي هذيك ديال التقريعه، لما المعده تعمل داك الصوت باع كده، بتقولوا لها ايه يا كارلا؟ احنا بنقول هتقرعي عليه، غادي تقرعي عليه، غادي تقولي له ديك المعدة ملي كتقلب ليدام والتخمة، ماشي تجيفو انتوما تقولوا لها التقريعة، خلاص التقريعة هذيك. غادي تقولي عليه قع. يا اختي الله يكون في عونه، التقريعة دي حتقيه على دماغه مباشرة. ارض ارض باو باو، غادي تعطيه الصب، ولكني حيستحملك، حيقول عندها حق، هي ما قالت ده الا لانها بتحبني، حيعذرك، حيقبلها منك. ديك دينا راكي ما درتيش لايك، غادي نقتلك، المسدس في يدي غادي تجيك الرصاصه في القلب، حيت راكي ما درتيش لايك، انا غادي نتفك، لا نجي نعضك. قالك سي احمد ده لسه بيحبك، وحيحاول يرضيك، وحيحاول يكلمك بهدوء زي الأطفال كده، واحد يعني على نياته وطبيعي وكده يعني، وتشوفيه يعني مضرفان مش عفريت، حيبلك يعني ضد العفريت، يعني كده نايف نايف، ساذج، حيبلك نفسه ساذج يعني، وعلى طبيعته هادي، وحيقول لك والله ده انا بحبك، واللي تأمري به انا اعمله، وانا حاضر، وطلباتك اوامر وكده، والله انا اشتقت لك، حيجي لعندك لحد الدار. شوفي يا لاله، راه العلم لله، ولكن انا تنقول لك شنو بان هنا، غادي تقرعي عليه، غادي يصبر، غادي يستحملك، غادي يدخل عندك للدار، غادي يعبر لك على الحب ديالو، غادي يحاول يرضيك ويكون عند حسن الظن ديالك، وممكن يجيب لك هديه او يديك فلوس كده. اوكي، هذا اللي بان عنده اشياء جديده راح يقولها لك، وراح يقول لك يا عفريته ما تقولي ليش يعني ما تعرفتيش على واحد، ولا تعاملتي مع حد في الشغل، ولا كلمك حد، ولا عزمك حد، دنا بغير عليكي، رغم بعدي فانا بغير عليكي يا اختي. هيكون فيه الوسواس والشك، يعني حلفي حلفي انك ما كلمتيش حد، يقولها لك هو كده،
احلفي ما كلمتيش حد، احلفي يعني ما عزمكش حد، احلفي ما قلتيش كلمة بحبك لحد غيري. قوليله. يا حلاوتك يس يا احمد، كنت فين يا حبيبي؟ جاي تلومني دلوقتي، جاتك نيلة يا خيبتك. اسكت ما تتكلمش، اقفل بقك لحسن اديك بالشلوت. العين والحسد يا حبيبتي من النساء والرجال عليكي، جاتهم نيلي جاتهم نيلي. مازال حيكون عندك حظ في نهاية الشهر في السفر للبلد البعيد، أمورك العملية جد رائعة، تطورت وتغيرت إلى الأحسن، وفلوس فلوس. أيوة يا أختي، أيوة يا حبيبتي، إزيكم كم كيف حالكم؟ ما تروحيش يا أختي، خليني أسحب لك 9 ورقات. لويزة، أهلا وسهلا بلويزة، إزيك يا أختي عاملة إيه؟ يا اختي عليها وعلى حلاوتها، الشك الشك الشو. فيوم يا تسيليا، مرحبا، اين كنت من زمان؟ هذا السحب ليك يا كارلا، يقول لك حتكوني معزومة، يعني حفلة او سهرة او مناسبة سعيدة بالليل، امرأة كبيرة في العمر راح تعزمك، ممكن عندك معها بتشتغل معك او عندها دخل بالشغل ديالك، راح يكون عندك تحركات كثيرة بخصوص الشغل او اتصالات يعني على النت، تتصلي مع ناس، عندك لقاءات تجمعات بخصوص العمل، لقاءات مجمع بخصوص العمل. يقول لك نفسيتك كانت شوية معذبة الـ5 أوقات الماضية، لكن الآن شوية تحسنات، حتى غيار كان عندك أو ألم فهو زائل. وكي يقول لك عندك أوراق، يعني غادي تكوني كتفكري في أوراق، عقد، شهادة، رخصة الأيام المقبلة. يلا دوك الحليل فات، غادي ندير لكم السحب لنسجل الاسماء. خليك معانا يا كارلا حتى نسحبوا لك الورقه. استني حنحط كارلي وخدقدق والعشق ومين وزينب وحنان الحلاوي وام فداء والسيليا والويزة، من تاني، والكوثر. ديك دينا درتي لايك، العفريتة دخلت وما درتش لايك. أمونة، إيمان، غيتاج، مريم، يوميات، بو 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 الحاجب، الحاجب، شكون اللي ما كتبتش البنات؟ نعاود، قلنا كارلا، خديديج، العشق، زينب، حنان الحلاوي، ام فداء، سيليا، لويزا، الكوثر، دينا، امونه، ايمان، ريتاج، مريم، يوميات، الحاجب. شكون شكونتي شكون تكوني تيريري شكونتي؟ مشات هاجر، هاجر مشات، هاجر المصراويه. يورا انتي زينب دلال، اه اه ما كتسمعيش، ها نضربك نجي نعضك. يا قلنا لها زينب، قالت لك وانا اش مشتيش سميتك؟ شنو هذيك الماض؟ عماد، بلاتي نشوف، عماد بن الشيخ، عماد، عماد بن الشيخ، عماد، شكون اخر؟ يا الله حتى نجي نجبد الصمطه بيلا. ايوا ها، وتبقى الشاشه ما كدورش، ما كتحركش، غادي نوقف السحب لوالديكم. انتي الاولى كارلوطا، يلا نديرو السحب، ان شاء الله يكون خير. غادي نسحب لكم 3 اوراق لكل عفريته.
غادي يكون هذا سحب لي الكارلا، بعتو حروف ارقام. شوفوا كاين واحد القليب لتحت، شوف اسمعوا هذوك العفارت، هذه هي الشاشه لتحت، هنا لتحت على اليمين، لتحت على اليمين كاين واحد القلب احمر، بقاو تكبسوا عليه، بقاو ديروا ديك ديال، بقاو تلعبوا تما، بقاو ديروا ديك تيك تيك تيك، فهمتوا؟ لعبوا في داك القليب اللي صفطت لي شي ايموجي نقتلها. جيت يا كمايل ككا كمايل هذاك هو اللي تبقاو والله لوالديكم، وشي وحده دير الايموجي تنقتلها فنجبد الصمته. كاين تما داك القلب تما، هذاك هو الايموجي اللي تبقاو ديرو، هاد القليب اللي كاين هنا لتحت على اليمين فوق الاس دولار. كارلا كارلا كيقول لك تصالحي تسامحي صلي الرحم، الصحه في تحسن، والعين العين العين عليك، عين قويه هاد الايام هذه، لا من الرجال ولا من النساء، فردي بالك من العين والحسد. خديديج كيقول لك راجل حنطي، عندك معاه لقاء او عزومه او صلح، وكيعزك كثير هذا الحنطي، وكاين كذلك منافس له وهو الرجل الابيض. الرجل الابيض هذا راه كيف قلبه وعقله، واخا هو بعيد عليك. العشق، العشق يقول لك انتبهي للطاقات السلبيه هذه الايام، ممكن تعرضي لاسحار. عندك عمليه تجميل او اهتمام بالرشاقه والجمال ديالك، وغادي تكوني محظوظه غدا يوم الاربعاء، عندك حاجه اللي غادي تفرحي عليها او تكوني محظوظه عليها. زينب، زينب كيقول لك راجل اسمر غادي تلاقيه او غادي تشوفيه هاد الايام، وكيقول لك يا حبيبه قلبي يا زنبب، ضروري من التحاليل الطبيه، اطمئني على صحتك. حنان الحلاوي كيقول لك غادي تشري حاجه اللي هي غاليه او غادي تجيك هديه كبيره، وغادي تحضري لشي حفله، وعندك لما تشمل او صلح، او غادي تكوني في مجمع كبير ديال الناس. ام فداء كيقول لك هنا غادي تجيك فلوس، ولكن فلوس اللي هي قليله، ممكن شي حد يرسل لك فلوس عن طريق وكاله، ولا شي حد غادي يحط لك مبلغ مالي، مثلا الا انت دايره مثلا كونت بونكير ممكن غادي تحطي فيه مبلغ ولو هو بسيط، اوكي. ولا غادي ديري شي خدمه وغادي تاخدي عليها فلوس كثيره هاد الايام اللي جايه. سيليا، سيليا كيقولك بشاره خير، ولا كنتي كتعرفي شي راجل سمر راه كيبغيك وكيحماق عليك، ولا ما كنتيش كتعرفيه وما كنتيش مزوجه، قريبا غادي يدخل في حياتك راجل اسمر، وهذا الاسمر غادي تعرفي عليه عن طريق النت، وغادي تجيك منه اتصال هاتفي. اذا شوفي الا كنتي كتعرفي راجل سمر فراه غادي يكون كثير الاتصال بك، اوكي، وكيحبك وقريب المجيء ديالو لعندك. ما كنتيش كتعرفي راجل سمر وما كان عندك لا حبيب لهم يحزنون، قريبا غادي تعرفي على شي حد عن طريق النت. لويزه، لويزه كيقول لك عندك تحسن مالي، يعني الاموال ديالك غادي تزاد هاد الايام، ولكن ردي بالك يعني الناس غادي يشوفوا عندك الفلوس غادي يطمعوا فيك، فستري الارزاق ديالك. الكوثر، الكوثر كيقول لك انت كتديها في الناس وكتبغي ترضي الناس على مصلحه نفسك، يعني خصك الناس يكونوا راضيين عليك، ديها في سوق راسك، ديها في شغلك، ويخلي اللي بغى ينطح راسو مع الحيط ينطح راسو مع الحيط. ديري شنو بغيتي، اهتمي براسك، اقول لهم انا خايبه وما نسواوش، وديري لهم هكا، قولي لهم هاكم ها، اللي كيعطيني شي حاجه يقطعها عليا صافي. قالك عندك صلح او لقاء مع راجل بيض. دينا، دينا قال لك الغايب غادي تشوفيه او وجه جديد غادي تعرفي عليه، وجايين كضياف اجانب او ضياف جايين من البلاد البعيده. امونه، مونه كيقول لك نفسيتك هاد الايام او هاد اليومين مزفته، ما غاديش يكون كيجيك النعاس من كثر التفكير، تيفوت نهار الخميس نهار الجمعه عاد غادي تصبحي شي شويه مزيانه وتصبحي نشطه وحيويه. ايمان المي كيقول لك غادي تهلاي في راسك هاد اليومين، هادي غادي يطيح عليك السر والملحه، وغادي تسمعي شي خبر اللي غادي تفرحي عليه الفرحه الكبيره هاد الاربعه ايام. ريتاج مريم كيقول لك فلوس كثيره وغادي تعيشي راحه البال العاطفيه، يعني واخا ما يكونش عندك حبيب يا ريتاج مريم غادي تكوني مرتاحه عاطفيا، غتحسي براسك ماشي من هادوك اللي كيتالموا. وقفتو، وقفتو هادوك العفارت،
راه غادي نجبد الصنطه. ممكن ريتا جمريم غادي ديري تحاليل طبيه خاصه بالرحم، مسالك تناسليه بوليه او كلي، ولكن ما غاديش يكون عندك شي حاجه خطيره، غير هي مثلا نقولوا وقايه، او غادي تطمني على الصحه ديالك. وممكن احتمال اخر انه اذا ما كنتيش مزوجه ان الحبيب ديالك غادي يهضر معك في ترسيم العلاقه. يوميات سيليا، رجل حنطي كيبغيك اذا كان اجنبي او في بلاد بعيده، فراه كاين طرف ثالث اللي بيتزني على دماغه، ولكن لن يقع يعني في شباكها. عماد، عماد النتيفي، عماد الا كنتي مزوج دابا انت، انا غادي، انا راه ما كنحملش العيالات اللي كيدخلوا بسميه الرجال، فانا غادي نشوف لك على اساس انك راجل. الا كنتي مزوج وباغي الولاد، راه الزوجه ديالك غادي تكون حامل. هاي ما كنتيش مزوج، شي وحده غابت عليك مده طويله غادي تشوفها، ولا عندك تعارف جديد، عندك تطورات الى الاحسن من الناحيه الماليه. الحاجب، الحاجب غادي تكوني كتفكري بزاف وكتسهري وما كتنعسيش وكتفقسي راسك، قالك غادي تدوز هاد السيمانه، السيمانه الاخرى عاد غادي ترتاحي والفرحه اللي كتسنيها تكمل. كمايل، كمايل كيقول لك سر من الاسرار غادي تكتشفيه او غادي تعرفيه، اوكي، ومني غادي تعرفي هذا السر عاد غادي هنا بالك وترتاحي وتستقري في البيت ديالك، وتستقري نفسيا، وتستقري في كل شيء. يعني لما غادي تسمعي هذا الخبر او غادي تكتشفي هذا الامر، غادي صحتك تكون احسن، تكوني كتهتمي براسك اكثر، تكوني مرتاحة البال، الصحة ديالك تكون أحسن، استقرار في البيت، الأمور الخاصة بالسكن غادي تكون جيدة، والأمور العائلية كذلك. بيلا نوفا، بيلا كيقول لك راكي واحد القردة منك ما كاينة، هذاك الرجل اللي كتبغيه ولا كيبغيك راكي مسكينة، راكي مسكين قلبتي له راسو على ساسو، ما بقاش عارف مسكين شنو يدير، خربقتيه. شي شنو هي خربقتيه؟ ما بقاش مسكين كيمشي ما كيعرفش النهار من الليل، يعني راكي دمرتيه تدميره، خربقتيه، الله يكون له في العون. ويني ما سهلاش انت هذيك العفريته ديال بيلا، راه غادي يعيط لك، ما عرفتش شنو دارت له الشمع، عرفتي راه دارت له الجلبه، هذيك راه دارت له الجلبه، مسكين راه دايخ، عرفتي ما كينعس، ما كيعرف ياكل، ما كيعرف ينعس، ما كيعرف يخدم، ما كيعرف يدير والو. او نقصي لا دوز، ونقصي لا دوز، الله يعطيك، ما عرفت شنو نقصي لا دوز، راه غادي يحماق ويمشي غادي في الزناق كيهضر بوحدو. هاجر، هاجر كيقول لك الصحه تمام التمام، اوكي، وكيقول لك يا هاجر تعاملي مع الاهل ديالك بهدوء، برأفه، بتفاهم، صلي الرحم، تصالحي، تسامحي. جيتكم فلوس انتي والاهل ديالك، فلوس مشتركه او ارزاق مشتركه. يلاه حتى يجي الديدا يعاود، انا معاكم هادوك البخيلات. الله الله يا بابا، اسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا، ديري الليل يا لارا، لليل يا ليلى، ولليل الليل يا لالا، لليل الليل يا لالي، ليلي تن ترررن ترررن ترررن. دابا غادي نقول لكم النظام ديال البث المباشر، هادوك اللي كتدخلوا، هادوك اللي كتدخلوا ما تبقاوش كتدخلوا وتخرجوا، كديروا ديك بحال الفار، فن 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 فن. دوك اللي كتدخلوا غير باش تاخدوا السحب، غير باش تاخدوا الفن، انا ما كيعجبنيش انا بحال هكا، تفاعلي معايا كنتفاعل معاك، ياك تبقاي تدخلي وتخرجي وتجي تلقيني كندير السحب، راه ما نسحبلكش، هذا هو النظام عندي، كتفاعلي معايا، كتكوني حاضره، كتشاركي في الشاشه ديال اللايف، انا معاك، كتدخلي وتخرجي وكتجي كتلقيني راني دايره السحب وتقولي لي انا، راه ما نسحبلكش، ياك، حيت ما كتفاعليش معايا، كتجي غير باش تاخدي السحب. انا هنا كنحل ماشي باش فوق ما قالها لك خاطرك راه غادي نسحب لك، ياك.
اللي ما عندهمش السوبر شات او ما يقدروش يدفعوا الاجر ديال الفال، هذا هو الشرط. اعطيني نعطيك، يعني راه ما نعطيش انا شي حاجه لله في سبيل الله، خصك تعطيني باش نعطيك. هذاك التواجد ديالك وهذاك التشارك ديالك او المشاركه ديالك هي الخلاص ديالي باش نعطيك السحب. واللي عندها السوبر شات راه كتدفع 50 درهم او 5 اورو او ما يعادلها، وكندير لها الفال على حسب السؤال ديالها، كيبقى العلم لله، ولكني انا كنخدم بنية صافية بكل الحب، وكنتمنى ان داكشي اللي غادي يجي يفيدكم فقط لا غير. صافي سلينا. يا اهلا العديسة، ما شتي بيك بوكس؟ وعيطي ليها صاحبتي، عيطي له صباح ما كايناش. وميرة حتى ديك الميرة العفريتة ما عارفين مشات عاود، صباح مازال. وعليكم السلام منى اوسه. زنديقي زنديقي الملصقات، ما ديروش الملصقات. كاين واحد القليب هنا لتحت، واحد القليب حمر، هذاك هو اللي تبقاو تلعبوا به او ديروا له تيك تيك تيك. عندي قليب واحد تمنيت انايا نهديه لحبيب اللي كان بغيه، تيريريريري. وعندي قليب واحد تمنيت انايا نهديه لحبيب اللي كان بغيه، وما يهمني حتى واحد. عاد قلنا لك ما ديريش، غادي نبلوكيك باش تتعلمي. اوكي خصني نبلوكيك باش تتعلمي، نبلوكيك واحد 10 دقائق. سمحي لنا منى اوسه، بلوكيتك واحد 10 دقائق باش مره اخرى ما تعاوديش ديري الايموجي. اوكي، يا اما حروف يا اما ارقام يا اما القلب اللي لتحت على اليمين تكبسي عليه. صافي. وعندي قليب واحد تمنيت انا يا نهدي الحبيب اللي كان بغيه، لي 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 لي. هو يهمني حتى واحد، قلبي انا حر فيه، وقلبي انا حر فيه، لا 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 لا. يا بنت بلادي عجبوني عينيك والزين اللي فيك، قلبي كيبغيك. اي اي يا بنت بلادي صغيرة ومزيانة، قرية وفنانة، هكاك حبيت انا. ايوه السؤال قلنا هو، طرحت السؤال ديال هاد اللايف وقلنا ماذا ينتظرك في نهايتي هذه السنة، فغادي ندير على حساب المجموعات ديال الأبراج. فغادي ندير الآن سحب ماذا ينتظرك في نهاية هذه السنة للأبراج الترابية. أوكي ماذا ينتظر الأبراج الترابية نهاية هذه السنة؟ فكينتظرك سفر او هجرة او تعامل مع اجانب، عندك حظوظ بخصوص انتقال من سكن لسكن او من عمل لعمل، او البعض فيكم غادي تكون محظوظة في عملية، ممكن يكون عندها عملية تجميل، والبعض فيكم غادي تكون مهتمة بالجمال بالرشاقة باللبس ديالها هاد اواخر هاد السنة. اذا كاين سفر، هجرة، سياحة، علاج، التحاق بالزوج، اقامة برا البلد. كاين اللي غادي يكون عندهم تعامل مع اجانب وتكونوا محظوظين في هذا التعامل، هذا غادي تكونوا محظوظات في اواخر هاد السنة. كاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها انتقال بخصوص عمل او انتقال من سكن لسكن، وكاين اللي غادي تكون عندها عملية او عملية تجميل، او غادي تكون مهتمه بالجمال واللبس والاناقه والشياكه، دير مانيكير بيديكير اكستنشن بوتوكس وكده، يعني واللازم منه. انتو فاهمين القصه.
وغادي نشوفوا الأبراج النارية، فإن شاء الله يكون خير. ماذا ينتظر الأبراج النارية في نهاية هذه السنة؟ الأبراج النارية، فبالنسبة للأبراج النارية، ناس غادي تخرج من حياتكم وناس غادي تدخل في حياتكم، يعني كاين البعض فيكم اللي غادي تغير حياتها العاطفية كليا، خصوصا الغير متزوجات. عندكم حبيب، يعني الحبيب اللي انتما معاه ولو يكون كيحبكم غادي يظهر شخص آخر اللي غادي يكون أسرع. أوكي، ماذا ينتظركم في نهاية هذه السنة؟ ينتظركم التخلي، أو أنكم غادي تخرجوا من واحد المرحلة ديال القنوط، ديال الضيق، ديال النفسية المدمرة المعذبة اللي مرت عليكم طيلة هذه السنة ديال 23. يعني في أواخر هاد 23 كأنكم غادي تحطوا داك الحمل وداك الثقل ديال تعذيب النفس، ديال جلد النفس، ديال المشاكل، ديال الضغوطات، ديال النفسية المدمرة. طيني. الأبراج الهوائية، كاين واحد القليب أسفل الشاشة على اليمين، هذاك هو اللي تبداو ديروا له ديك تيك تيك تيك، ولا ما توقفوش الشاشة، إلا وقفتوها غادي نوقف لوالديكم. الأبراج الهوائية، ماذا ينتظر الأبراج الهوائية نهاية هذه السنة؟ الهوائية، الهوائية، يقدرنا الأبراج الترابية والنارية، دابا الهوائية. دابا غادي نديرو الهوائية. نهاية هاد السنة غادي تحصلوا على شهادة، رخصة، إقامة. غادي تعرضوا لبزاف ديال الانتقادات، بزاف ديال الضغوطات من طرف الناس، يعني لوم، عتاب، قهر، ظلم. الناس غادي تتكلم عليكم، الناس غادي تقهركم، الناس غادي تدمركم. يعني نهاية السنة يعني ما غاديش تكون كما بغيتو في التعامل مع الناس، لكن ما يخص اوراق عقود شهادة غادي تحصلوا عليها. وفي نهاية السنة ممكن اللي هما متخاصمين مع الزوج، مع الخطيب، مع الحبيب، او طليق ما كنشوفش، يعني المطلقات لا ارى ذلك، ولكن اللي عندها زوج هاجرها، حبيب غضبان عليها، خطيب غضبان عليها، فكاين صلح. بالنسبة للأبراج المائية، وماذا ينتظرها نهاية هذه السنة؟ الأبراج المائية، هاي 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 هاي. فالأبراج المائية، الشخص اللي كتحبوه، الشخص اللي كيهمكم، هاد الإنسان غادي يكون عندكم نهاية السنة، الأسبوع الأخير أو الثلاث أيام الأخيرة من السنة، غادي يكون كثير التواصل، أو غادي تكونوا كتلتقيوا كثير، وهاد الإنسان غادي يجيب لك هدية العمر. فرحت لعمرها ليليتها لله لله، يعني غادي يجيب لك هدية كده مضخمة. وكذلك انت ممكن غادي تحصلي على سيارة، البعض فيكم ذهب، البعض فيكم لابتوب، البعض فيكم موبايل، البعض فيكم ساعة ايد او حقيبة ايد ماركة او حاجة الكترونية او كهربائية. اوكي، وكاين اللي غادي يكون عندها ترقية في العمل، او النصر في محكمة، او نجاح في دراسة. يلا صافي سالينا، تقضى المجاني. لا 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 لا، زادت بزاف الحالة، شدي ولدك عليا، شدي شدي يا خالة. ولا لا 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 لا، ديرا لي لي لارا، لا لي لا لي لا لا، لي لا 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 لا. فين خديديش؟
او مريم مريم تي تيري ري ري او عيني مريم ما. او مريم مريم تي او عيني مريم ما. والقلب مجروح بدو مريم يا عيني بدو مريم. اهلا وسهلا مريومة، فينك يا خديديج؟ مش هات خديديج العفريتة؟ خديديج نمشي ناكل، سيري تاكلي. شحال غادي تاكلي انتي عدسة؟ شنو غادي تاكلي روزا؟ ها خديديج، خديديج غادي ندير لك فال بصفة عامة يا خديديج عضيضيج. هاك يا خديديج، نشوفوا شنو كاين عندك تما. انت اللي عسل يا اختي يا سكره. دير امك يا قلت لك ما تعاوديش ديري الام. غادي نبلوكي لدي ما هادي واحد نص ساعه 24 ساعه باش ما تعاوديش كلاصه، ما تعاوديش ديري الايموجي بلوك 24 ساعه حتى الغدا ان شاء الله. سيري تغداي وحتى الغدا عاد اجي. يا قلت لكم ما تعاودوش ديري الايموجي. هذاك القلب اللي قلت لك كبسي عليه ما كبستيش عليه، عجبك غير الايموجي. توقفي لنا الشاشه، عندنا هنا الملايين ديال المشاهده والله. فغادي يكون هذا الفال ديالك خديجه، وهذا الحظ ديالك ان شاء الله يكون خير. لا 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 على بوك امي يا وليدي جاب الحولي كتفو بين يديا. يا والخيل هو وردتوه وعلفتوه علفة حريزية علفة دكالية علفة شمالية هو هو واي هو واي هو واي هو واي هو واي. شوفي يا حبيبة قلبي وموجتي يا خديديج، يقول لك الفال هناك رجل أسمر أجنبي أو يعيش بر البلد يفكر فيك، كان بينتكم بلوك بلوك سيكلمك قريبا. أوكي يا حلوة، الرجل ده بيفكر فيك بالليل وكان بينكم بلوك، غادي يهضر معك. هاد الإنسان أجنبي أو في البلاد البعيدة وغادي مازال غادي يهضر معك على الجد على الصح. وانتي وانتي يا اختي حب الابيضان، حتى الابيضان حيكلمك قريبا في على الموبايل بيحبك بس بيتعذب مش قادر يدخل البيت. لما كتقولي لهاد البيضي وتعالى خطبني وداك الشيء بحال شويتي كيقول لك اودي راه الوالده ما باغياش وخصني نقنعها وكذا. او سير تلعب، راه اللي بغاك راه بغاك واللي كيدوخ عليك راه كيدوخ عليك. الا جا هاد السمر غير توكلي على الله. دابا هاد البيض هذا كتعيي ما تقدي معاه، كتعيي ما ترضيه وتبقي ديري هكا وهكا لعل وعسى. وي حتى هو كيقول لك والله خديجه الا انت اللي كاينه وانت الحب ديالي وانا راه ندير المستحيل من اجلك، انا راه نتخلى على دارنا من اجلك. هو راه غير كيكذب عليك، راه كيحاول يقنعهم ولكني راه هو اللي ما قادرش، هو اللي خواف الخواف الكبير. الهضره بيناتكم، ها هو كيحبك وتبقي انت كتعيشي غير في الدوامه. العام اللي جاي لقاك كضري في الحب والغرام الحب والغرام، ودابا نهضر مع دارنا ودابا نهضر مع دارنا وشي ما يجيش. اضربي الحديد ما حدو سخون. ها السمر في الحظ ديالك، كان بيناتكم بلوك، كان بيناتكم مشاكل، ولا دابستي انت وهاد السمر ولا ما عرفت شنو وقع بيناتكم، راه غادي يبدا يهضر معاك. هذا راه كاين برا ولا هو اجنبي هنا في المغرب ولا كاين. المهم هذا الانسان غادي يهضر معاك في الزواج وداكشي وداكشي، فهمتي يا اختي؟ ايوا راه جاي عندكم واحد الضيف غادي يدخل عندكم هاد الايام، شي واحد حينطي خوك ولا ما عرفت شكون هو. هذا كان مريض ولا عنده طلاق. الا كان عندك شي خوك مزوج راه قولي لي بعيد البلا على خويا غادي يطلق قولي لي بعيد البلا. بسم الله الرحمن الرحيم على خويا. عمك ما عرفت، هذا عمك خوك ما عرفت، شي واحد من العائله ديالك. هاد العشر ايام هادي راه غادي يجي لعندكم للدار، صافي غادي يتطلق هو وهاديك مرتو المحكمه. سمعتي
وهذا الشيء اللي بان عندك، ما عندكش شي حاجه بزاف، هذا الشيء اللي بان صافي. عيني عيني على عشقين تلر يا مظلومين تيرا تيرا رضا يا ناني لي ناني لراني للي لراني تيرا لراني تي عجبك الحال. يا انا قلت لك الا جا العنطيس ضربي الحديد ما حد سخوني، وبقاي كتضحكي تما حله فمك. هي 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 يا انا قلت لك تن تررن تررن تيرررررررا تير، حتى هاجر كتضحك عجبها الحال. عالم أم فدا يا عالم يا أم فدا تيرارا وعلم والمرضية هكا يكون بنات الرحم حضية، وهاجر والمرضية هكا يكون بنات الرحم حضية، واختي ديش والمرضية هكا يكون بنات الرحم حضية، والكوثر اش داكشي يا علمة تتبيعي الفريز راه ماشي وقت الفريز راه مازال. ياه الما واه الما واه الما والعداو والعداو والنجده والنجده الما بحال دوك اللي في الجبال، هي في داك الجبل وانا في هذا الجبل، وهي راه كتعيط لي، راه حتى انا كنعيط لها الما هاي واليوم عيد ميلادي، عيد ميلاد سعيد يا الما، عيد ميلاد سعيد يا والله لوالديكم. وشي وحده دير شي ايموجي تنقتلها، كاين تما القلب علي من لتحت كبسو فيه، صيفطوا لها القلوب، صيفطوا لها تماك القلوب اللي بغات تقول لها عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد يا الما، عيد ميلاد سعيد يا الما، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا الما. هابي بيرثدي تو يو تشا تشا تشا، هابي بيرثدي تو يو تشا تشا تشا، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، جويز انيفرسير، جويز انيفرسير، جويز انيفرسير الما، جويز انيفرسير. طفي الشمع. يا الشمع اللي الشمع ضوي حبيبي مجالي راه مبروك مبروك الفرحة، مبروك 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 الفرحة، مبروك وهالفرحة فرحتنا وهاللمة جمعتنا وشو حلو دنيتنا، ومبروك مبروك 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 هالفرحة، مبروك 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 هالفرحة، مبروك وهالفرحة فرحتنا وهاللمة جمعتنا وشو حلو دنيتنا، ومبروك مبروك ويا سلام يا سلام على فرحتنا شو حلو دنيتنا، هالفرحة فرحتنا وهاللمة جمعتنا شو حلو دنيتنا، ومبروك مبروك والما يا الهمة كل شي رات ما الما يا الهمة، والما يا الهمة كل شي رات ما الما يا الهمة كل هلا و او هلا و او هلا و هلا و هلا و عروسة مرهونة الما مرهونة في دار باها مرهونة، ها هي مرهونة
وقال ماما مرهونة، ها هي مرهونة في دار باها، مرهونة ها هي مرهونة هاك طيب الخيزران، ها هي. قلت لي ما بقيتش كنحشم في حتى شي قنطوح، هالهم سن الياس ام كونجي سونيت سن. يا ورا بديتي الوعي كيعلى، الوعي الوعي بدا الوعي كيعلى، بديتي كتفهمي الحياة. هاك طيب الخيزران، ها هي ها الهمة والشان، ها هي ها زينة البنات، ها هي الحجوب عليك لالة العرايس، تبارك الله عليك لالة العاشق في النبي صلي وعليه، اللهم صلي عليك رسول الله، اللهم صلي عليك رسول الله. صافي انتهى. وعروسة محلاها زينة لالا السلطانة، جدولها المكان معلي لالا السلطانة، وعطيوها الحليب محلي لالا السلطانة، وعطيوها تمر معمر لالا السلطانة، ولالا العروسة محلاها زينة الله السلطانة، وجدولها المكان معلي الله السلطانة، وعطيوها التمر محلي الله السلطانة، وعطيوها التمر معمر لله السلطان، ولله السلطانة. اهلا هبة بن عيسى الشابة الفتينة، زلكي وومن، هاو ار يو، ار يو فاين، ار يو ويل، دو يو هاف ا هاوس، نيو هاوس، زلكي وومن، are you the lucky woman, do you buy a house؟ تموت عليا بالضحك لونجلي. هلا لو الليلة لي الضر البيضة ديالي، I am good sweeter. أيوة وهيبة بن عيسى الشابة الفاتنة، قالت لك هبة بن عيسى بغات جوج ديال الفالات، يلا تعالي حدايا اجي ندير لك الفال بحال دايما انتي والمغضوب عليه، ياك جوج الفالات ناويات ان شاء الله السن، يس ان شاء الله السن. اهلا بيك يا حبيبتي، يا روحي انتي يا مدردحه، يا غادي تشري الطوموبيله هبه، شريتي الطوموبيل وراها في اخر هاد الشهر خصك تشريها ضروري. ما كنتش كنسمع، ما كنتيش كتسمعي، كنت كنهضر بوحدي ودابا كتسمعيني. جاب لك الطوم، قولي والله حنفي، قولي والله جاب لك الطوموبيل، ايوا غير قولي والله، يا راكي خصك تاروزيني. من ندير بالصحه
يا اختي بالصحة وعقبة ان شاء الله يجيب لك 5 د الاقطقم ديال الذهب وديال الالماس. والله لا درت لك الفال ديك 100 درهم ديالي، غادي تاخد اليوتيوب النص وناخد انا النص. سيري تلعبي، ما كاين لا فال لهم يحزنون. لا بغيتي تحسبيها عليا؟ لا شوفي شوفي، لا 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 لا، لا ندير لك الفال. حيت هنا غادي ناخد غير 50 درهم. 100 درهم حتى تصيفطيها لي في الخاص. لا ما قبلتش، دابا غادي ندير لك الفال. نو 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 تلعبي عليا. نو 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 دابا ندير لك الفال. قولي لي الفال، قولي لي السؤال. لا ويلي لا، مشيت ندمس راسي انا. صافي تصيفطيها لي في الخاص. دابا هادي اللي صيفطتي، دابا ندير لك الفال. قولي لي شنو ندير لك. ويلي كنت غادي نمزرق راسي، ويلي ويلي ويلي، احشوم تاع انا فضحتي. كنت غادي ناخد غير 50 درهم. ويلي ويلي انا بجوجهم الفالات بجوج معاه. ويلي كنت غادي ندير الشهاد راسي. شهدنا عليها، قالت لك الكوثر. احمد يا عمورجه الشاب الوسيم لاباس. يا لا تبوس الشاي، راه ممنوع الايموجي، ما ديرش الايموجي. كاين واحد القليب هنا لتحت، هو تبقى تكبس عليه، تبقى دير له تين تين تين، تعاود دير الايموجي نقطعك حيتات اديك بالشلوت. فان شاء الله يكون هبه بن عيسى الفال. وتاني واش مازال عنده شي علاقه مع الكلبه الشلبه؟ الشلبه قال ليك الراجل السبع عنده لبؤه وحده ياك، والكلب عنده الكلبات. الشلبات الشلبات بلاتي. دابا نشوف لك واش عنده بلاتي، نشوف كنتي معاه عاد ونشوف. دابا صافي شوفي، راه شوفي دابا راه دخل سوق راسو. بغيتي يبقى يبغيك، بغيتي ما يشوفش الكلبات، دائما الطلبات. بغيت سلسله ديال الذهب، بغيت بغاسلي ديال الذهب، بغيت اللويز، بغيت الساك مارش داكشي، لوي مارش داكشي، يف سان لوغون. بغيت ياو، ما تخلي ليهش الفرانك في جيبو، راه تخلي ليه الفرانك كي زيرو. ها شوفي، خصني هادي وخصني هادي، ودير لي ليسونس وعمر، دير لي البلا، وخصني الفينيات وخصني لاسيغونس، و قتلي والديه بالذهب فهمتي، وخصني شي فواياج لبالي انا والدراري، قطعنا البيي. يا ما تخلي ليش الفران كيدور. هادوك الرجال راه ولاد الحرام، راه غير كيزيد عندهم الفلوس كيزيغو. ها ما تخلي لي. والماكله لو ديري لا ليست طويله، الا ما كنتيش انت اللي غادي تمشي تقضاي في السوبر ماركت، كتبي لدين امو كلشي، كتبي بزاف كاع داكشي اللي كيخص، ما تنسي حتى في تفوته فهمتي. ما تخلي ليش الريال يا هو، ما بقاوش تخليو ليهم الفلوس، راه ملي كتخليو ليهم الفلوس كيزيغو. انا تنقولها لكم. يلا خليني نخدم، غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحظ ديالك معاه. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله الفال يكون ايجابي. هذا الفال ديالك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير. أنتي قلبو على العتبة، قلبو على الحظ ديالك، يعني هذا الإنسان مهتم بك. قلبو على الاستمرارية، قلبو على لمة الشمل، قلبوش قلب. يعني هاد الانسان مازال غادي يعطيك فلوس. هنا في هاد الفال رد عليها بالدار، يعني ديك القرده راه عطاها بالدار. مازال غادي يهضر معاك على شي سفر. يعني شنو قلنا لك دابا؟ قلنا لك قول له يخلص لك شي سفر، تمشي تطحي مع راسك انت والوليدات فهمتي. يعني هاد الانسان قلنا باغي معاك الفرحه، غادي يكون صادق وفي ليك، غادي يكون كيفكر في الامور الخاصه بالسكن، باغي معاك الاستمراريه، باغي معاك لما تشم. مازال غادي تاخدي من عنده فلوس في فلوس.
الا بغيتي ديري شي اصلاحات هذا هو الوقت، وقت الطلبات. غادي تكون عندك شخصيه قويه، وغادي تكوني انت اللي ماسكه زمام الامور. هاد الانسان هذا غادي يكون دائما متسامح متصالح معك، مازال غادي يهضر معك على السفر او على البلاد البعيده. وإلا قال لك نقطع لك تمشي لبالي ولا ما عرفش داكشي المالديف والاسيري، ما تقولي ليش دابا البرد ما نقدرش، الولاد غادي يضربهم البرد، انا غادي يضربني البرد. ها البرد كاين، الكبابط كاين، التريكويات كاين، كلشي كاين، كليماتيزور كلشي. سيري سيري تسافري، هذا الراجل راه كيحبك وباغي الاستمرارية في العلاقة الزوجية ديالكم، وغادي يكون سخي ومعطى. هذيك القرضة راه عطاها بالدار، وراه هي كاينة مع واحد الراجل آخر، دابا راه عطاها بالدار. ولكني غادي نعاود ندير لك الفال الثاني، نشوفو هاد القردة هادي واش مازال كيهضر معاها او غادي يهضر معاها هاد الايام ولا في هاد 3 اسابيع المقبلة. فغادي يكون هذا الفال ديالو هو هذا، وهذه الطرف الثالث اللي انت دايره نيتك عليها. واش هاد الانسان ماشي هو هذا لطيفه؟ ماشي هو هذا، ها هو هذا. وهذه الطرف الثالث واش غادي يكون عنده معها لقاءات هضره وكلام هاد 3 اسابيع المقبله؟ مازال كيتواصل معاها، يعيط لها، يكون معاها. يا حبيبي حبك دوبني دوبني حبك، تيريري يا عيني حبك دوبني دوبني حبك، تيريري تيريري ريري ليلارا ليلي راري ما حملاتكش، هي غلبتيها، وهي كانت كتحلم بالزواج، وهي مازال تابعه، مازال تبغي تعيط ليه. هي راه هي اللي تابعه، ما حملاتك ما قبلاتك، وهي طمعانه في الزواج به، وهي اللي غادي تعيط ليه. هو راه ما كيعيطلهاش، هي اللي تابعه. شوفي غيره، هو غادي يبقى يحاول انه يبعد باش يدخل في حياتها شخص اخر. راه نفسيته تعبانه، يعني هاد الانسان باغي الاستقرار معاك وكيغار عليك وكيخاف انك تهضري مع واحد. وانتوما حتى نتوما وي وي وي. شوفي دابا هادي انتي، هاديك الانسانه ما حملاتك ما قبلاتك، حيت حاسه بيك بان طاقتك اعلى منها. هاد الانسانه طمعانه في الزواج به، هي اللي تابعه، هي اللي غتكون كتصل به. هاد الانسان هذا ما كرهش انه يبقى يبعد عليها، لعل وعسى يجي شخص اخر في حياتها. اوكي كيقول لك الفال هاد الايام، هاد الزوج ديالك الى كان بغى يعرض شي حد من العائله ديالو او صاحبو او، فما تقوليلوش لا، لا انا ما قابلاش صاحبك، لا انا ما قابلاش ولد عمك، لا ما تعرضش عليه، انا ما في، لا قبالي بضيوف زوجك. هذا الانسان هذا مازال كيخاف منك، ورا تيخاف وخايف انه يعني يمشي يوقع شي حاجه وتدي ليه الاولاد وما يبقاش يشوف الاولاد وداكشي. فراه كيفكر وكيخاف انك تمشي تزدحيه شي نهار ولا ديري له شي فضيحه ولا بحال هكا. اما هو باغي معاك الصلح، باغي معاك الاستمراريه، باغي معاك النصر. وهذا الانسان هذا راه نوطي ليه الوسواس في الراس، كيقول ويلي عندك تكون هذه الانسانه كتشاطي مع شي واحد، كتهضر مع شي واحد فلان تا ايوا غتبقى تكوني جالسه، يقول لك مع من كتهضري؟ راني نشوف البورطابل ديالك. علاش علاش ما كنتيش شحال هادي كتهزي البورطابل بزاف؟ مع من كتضحكي؟ مع من كتهضري؟ شكون اللي طن؟ لا شي واحد صافط لك سمعت البورطابل، شكون اللي صافط لك؟ شكون اللي يهضر معاك؟ ايا هو غادي تنوضي فيه الحريقه، سمعتي؟ غادي تنوضي فيه بوط الزطاط، خليه خليه ني تينوض فيه الوسواس، فهمتي؟ اما هاد البليه هادي تصحابك غادي تفارق معاه، راه تابعه بنت الحرام. ولكن هو يحاول ان يتخلص منها. عم الحرام كتقول لك والله دابا هي راه حالفه فيك، كتقول لك والله هي
يا ديري الفعل انا حتى نديه لك، فهمتي؟ علاقة عاطفية وغراميات لا، ولكن هي كترسل ليه مثلا علاقة جسدية ويقول لها انا بحبك وغيرك انتي نوبادي، لا ما كيقولها لهاش، ولكن هي مازال طمعانة في الزواج ومازال كتتصل به، مازال تخلي لها، ما دير لهاش البلوك المسخوط، ما دير لهاش البلوك العفريت، ما دار لهاش البلوك. هي دابا ممكن تتصل به، ممكن تخلي ليه ميساج، ممكن تخلي ليه اوديو، ممكن، فهمتي؟ مازال العفريتة. انا وياك انا وياك، لطيفة لطيفة قالت ليك واش مازال في علاقة؟ ايه وراه قلت لها، راه قلت لها هذيك العفريتة راه كتصوني عليه، ما كاينش علاقة مباشرة. قالت لي مسخوطة رخيصة. دابا ما كاينش لقاء مباشر، ولكن التليفون راه كتعيط، راه كتصوني، راه كتخلي الميساجات. العفريتة هذه قالت هذا الفروج بكمونه، بالملحة والكمون. انا قلت لك شنو ديري، اسمعي اسمعي اسمعي، يا ما تخلي ليماه الريال الطلب، اولادك خصهم، اولادك راه كيكبروا، راه الدراري الصغار كيكبروا دغيا، شوفي الاولاد راه كيكبروا دغيا، راه هذوك الحوايج غادي نجمعهم غادي نصدقهم، خصنا نمشيو نتقداو للولاد الحوايج ديال الشتاء. عاود تاني دوز واحد، اهلا اهلا ايا ايو يا كوكو باربي تي وي ميرسي وي تي بو اون ليكتور جي با لو مورال. علاش علاش لو مورال ما كاينش؟ واي علاش ما كاينش؟ خصو يكون لو مورال. اشوفي نقول لك هذيك العفريته ديال هبه، اشوفي شوفي قولي له دابا خصنا نشريو الحوايج للدراري، ها شوفي خصنا نشريو الحوايج للدراري ديال الشتاء، عطي ليماه واحد 3 المليون ولا 4 المليون، الكباب والتريكو سري غير السينيي ياك، الصبابط كلشي. اه عرفتي دوز 3 شهور ديال البرد، عاود قولي له ايه وراه الدراري راه خصهم الحوايج ديال الربيع، عاود دير موه بطيء سيري تقضي للولاد داكشي اللي خصهم، يوصل عاود الصيف هكاك الخريف هكاك، 4 العام الجاي يقول يقول كي واحد شرينا لهم داك العام، يا قول له راه الدراري كيكبروا دغيا، ايوا راه حتى 18 العام عاد النمو كيبقى يتباطئ. نعم يا خديجة هضرت مع آية، كلمتها قلت لها ممكن يا آية، هيا أيويا ما كانش الصوت كيتسمع، ألم يكن صوتي مسموعا عندما تحدثت إلى آية أيويا؟ يا وشوفي وما ترحميش تقولي اه وغادي من نضيعش وكدا، لا كولي وشربي مسموع، ياكلي وشربي، ما تقوليش ايوا ها ما ناكلش هاد النهار هاد الحاجه ايوا غاليه، ما كاين غير الكافيار، بقيت هزي له دوك القراعي ديال الكافيار وداكشي، اي داكشي الغالي، بقيت عمري الشاري. قالت لي حنان لا في دو عيشه بلونش، دوك حنان هادوك حنانات، لا ما تخافي من شي وحده سميتها حنان، حنان هادوك اللي كيكون سميتهم حنان كاع ما تخافي منهم، يديروا الخير غير في راسهم. لي بيان سيت فام او اون موفيز فام بور موا. واخا دابا شوفي ايا ايويا ايا ايويا، دوك اللي كيكون سميتهم حنان كيكونوا مساكن مغلوبات على امرهم، يعني كون دير شي خير ديرو غير في راسها، سمعتي؟ ديرو غير في راسها هي بنفسها تكون من مشكله ديماج دو علي شاشي سام انتي حمقه. انتي هبيله يا ويلي، ويا كنقول لكو واش ضرباتك على يديك، ها لا جونتيس، ها ها لا جونتيس،
ها لا جونتيز. واش ضرباتك على يدك وقالت لك الا ما مشيتي جبتي امها غادي تقوم القيامه؟ يا ما قداش، علاش كتفرصيو على راسكم؟ علاش كديروا شي حاجه اللي كتضركم وماشي في الصالح ديالكم باش ترضيو الناس؟ يا واللي بغى ينطح راسو مع الحيط ينطح راسو مع الحيط. يا و امالكم، علاش ما تمشيش هي دير كونجي وتجيب امها؟ ها ولا استغفر الله، واش ضربك؟ واش هباليتي؟ ايوا راه دير الكونجي تمشي، كاينين لي زاجونس ديال الكراء ديال السيارات، وتمشي تكري طوموبيل الا ما عندهاش طوموبيل تكري الشيفور، راه كي تكرا الشيفور ايوا تكريها وتمشي لاسبانيا تجيب امها. امالكم، امالكم مضروبه على دماغ؟ يا كنقول لكم ما تبقاوش تخدموا الناس على مصلحة نفسكم باش يقول لكم الناس راكم زوينين، ها يقول لكم غير يقول لكم خايبين، ها خايبين وقولوا لهم يا ويلي ويلي ويلي. ميمسي يا الراحة ديالك هي الأولى، لا واش انتي حمقى؟ هشوفي اسمعي، راحتك هي الاولى، مصلحتك هي الاولى، سمعتي؟ ايوا شوفي يا ايويا، زعما اتظنين هذيك حنان كتخلص لك الكرا، كتخلص لك لو لوايي، كتخلص لك ليسونس، ها الا بغيتي الدواء كتجيبو لك. شوفي الا بغات تغضب وكتعطيك شي فلوس شهريا، كتعطيك ان سالير، قول لها قطعيه، قول لها قطعيه. سمعتي؟ ها ويلي استغفر الله. ايه تعلموا تقولوا لا، ايه اخدي ديجا عندك الحق، وتعلموا تبقاو تقولوا لا، مني ما تقديش، مني داك الشيء ما يكونش عاجبك او كتفورسي على وقولي لا، واللي عنده شي ريال كيعطيه لك يقطعوه عليك. يا ويلي استغفر الله العلي العظيم. زمر حنان اح قلبي، دابا واخا تكون زوينه واخا تكون مزيانه، ولكن انا علاش ما تمشيش هي؟ واي علاش ما ديرش كونجي دو مالادي وتمشي؟ علاش انا بالضبط؟ ويلي 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 استغفر الله. يا لهوي، عطر الجنة عطر الجنة خليكي معانا يا اختي خليكي. فأيا ايو يا غادي يكون هذا الفال ديالك والحظ ديالك مع حنان بنت عيشة، ونشوفوا هاد السيدة هادي بحال دابا ديك حنان الحلاوي، يا ورا مسكينه راه ما عندها لا زهر لا هم يحزانين، عاتت ديك دوك علي سميتهم حنان كي كيتعسوا في حياتهم العذاب والآلام. ها لو جون، ها البيض كيبغيك، ها العنطيز كيبغيك، ها الحنتي كيبغيك، البيض غادي يهضر معاك، ايا باغي يجي يتزوج، العين والحسد على الدار ديالك، ها البيض بغا يدير لاكت دمارياج، هاو وغادي يعطي فيك 5 المليون ديال الصداق، ايا واش بغيتي؟ ها؟ واش نزيدو مازال الحال؟ مازال الحال ولا فات الحال؟ شوفي ما غادي تضرك ما غادي تفيدك، سمعتي؟ هذيك السيدة ما غادي تضرك ما غادي تفيدك، فهمتي؟ يعني ما كنشوفهاش غادي تضرك، اذا كنتي خايفة مثلا دير لك شي حاجة ولا لا، ما تضرك ما والو.
فهمتي؟ ولكن انت هنا اللي بان في لافي سونتيمونتال ديالك، كاينين دابا 3 ديال الرجال، كاين الحنط اللي كيحلم بيك بالليل، وكاين السمر اللي كيبغيك، وكاين الابيض اللي باغي معاك اكت دماغياج وغادي يهضر معاك في هذا الشيء، باغي يجي للدار. الدار خصها شي شويه تنظيف، لان كاين الطاقه ديال الدار ديالك ما زوينش، لينيرجي ديال الدار ديالك ما عجبانيش. الخدمه عندك فيها مزيان، عندك فيها حاجات زوينه، سمعتي؟ شوفي، الا جاك شي واحد في هاد لافان د لاني ابيض، توكلي على الله، ضربي الحديد ما حدو سخون، راه غادي يجي شي واحد يخطبك ابيض، عنده الفلوس، عنده لوت اوف ماني 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 ماني. اه الميتي الى بيز دوما. ايوا شوفي شوفي، قال لك الى لقاو الهبيلات على من يضحكوا كيضحكوا. اسمعتيها فهمتيها؟ ايا ايويا ايا ايويا، اسمعي سمعتي؟ دابا دابا شوفي، قال لك الى لقاو، حنا كنقولوها بالشلحه، مشوفينت تنرشا خوميد صنت قد صنت، الى لقاو يعني البنات اللي هما زيرو، لقاو على من يضحكوا كيضحكوا. ف تقدري تكوني انتي احسن منها وعندك دي كاليتي، ولكن واخا هي ما واصلاكش وماشي في نفس النيفو ديالك، كضحك عليك، تضحك عليكي. ماشي دونطاطيت، خصكي تكوني مباشرة. قالك دومات، اعطيها اعطيها العصير هكا مباشره، نقول لها اختي ما نقدرش، ولا غضبه تقول لها نطحي راسك مع الحيط. اه الا انا ما درت لكش داكشي اللي بغيتي غادي تغضبي عليا، وغضبي كاع. ايه ايوا انت اللي ما كتقوليش لا، فكيقول لك هذاك مني كيلقى مرادو فيك، وانت ما كتقوليش لا كيزيد يطلب اكثر، فانت كتقبلي هادي كيزيد يتقل عليك بحال هكا، كيطلب لك هادي كتقولي له واخا، كيزيد يقول لك وهادي، كتقولي له اوكي، يقول لك وهادي، كتزيدي تقولي وهادي، كيزيد وكيعاود يعمرك حتى كيتقل على والديك. صافي مالك، مناش خايفه، مناش خايفه، ها جدك مناش خايفه، ومناش خايفة هاجتك، مناش خايفة، وهاكي قلبي يقطعي هكولي تستاهلي. شكون شكون اللي كنت قلت لها جلسي؟ عرفت شكون اللي كنت قلت؟ كارلا، كارلا، لا صاحي داست كارلا، كنت قلتها لها كي ايوا انتي هبيله، انتي حمقه. لا ما نقدرش، ما عنديش لونفي دو فير سا، لا حتى انا عندي الشغلات ديالي، عندي امور اللي شغلاني. شنو هي؟ ماشي شغلك، ماشي ضروري نقول لك شنو الشغلات اللي عندي، مالها كتحاسب معاك. اويلي ويلي، استغفر الله العلي العظيم، يا لهوي، آه يا قلبي. اه عطر الجنة اللي بغيت نسحب لك 9 اوراق، عطر الجنة، عطر الجنة، عطر الجنة، سأسحب لك 9 اوراق. يقول لك ضروري من تنظيف العتبة، يعني من فترة لفترة اعملي تنظيف العتبة من الطاقات السلبية. عين وحسد كاين عليك. اللي عندك هاد الايام فيه خير هي كل ما يخص الاوراق، عقود، رخصة، شهادة، اللي راح تسمعي عليها اخبار تعجبك. بالنسبة للطاقات السلبية الخاصة بالاسحار، مشي على العتبة،
عليك فهي زائلة، لكن العتبة لا أرى أسحار، وإنما عمارة السكن في حاجات تعملوها في السكن مش عاجباهم، فخص شوية تنظيف للسكن، ومازال غادي يكون عندك رحلة، يعني رحلة سياحية قريبا أو سفر للخارج، وراح تكوني سعيدة بهذا السفر هذا، أو التعامل مع أجانب غادي يفرحك. لي 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 وعلاش لي شحال الساعة؟ لي 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 وعلاش لي نحب. نزيدو معاكم واحد النص، نص سويعة. عفوا يا روحي، يا روحي كملت أوصافي، يا روحي طل الهوى محلى عيون. قالت لي سي لي فوازان لو بلون كي في مي ديموندي اون مارياج او ان نوفو. واخا غادي نشوف واش هو الجار ديالك، لويز لويز ولويز، او هنا طاح لويز، او هنا نلعب. وعليكم السلام. او هنا طاح لويز، او هنا نلعب عليه، او هنا طاح لويز، او هنا، او هنا طاح لويز، او هنا نلعب عليه، او هنا طاح لويز، او هنا نلعب عليه، او هنا. اشوف يا الشابة الفتينة، قالت ليك شوفي ليا واش هذاك لو بلون الجار ديالنا هو اللي غادي يطلبني لو مارياج، ولا شي منطيح اخر. ها هو ده لو بلون الجار ديالك، هادي انتي، وهذا واش هو اللي ممكن يطلبها للزواج. بيق بوكس ما جاش، راه كاين في شي عرس يمكن معروض. ها بيق بوكس جا. جيت يا العفريت. فين كنتي حتى نص الليل السوبرمان؟ ها تعطلتي يا صاحبي، يا ورا جات العدسه سولات فيك، يا وقلت لنا فين بيق بوكس، هذيك العديسه بلوكيتها. انتي بلوكيتها، دارت لي ايموجي، قلت لها حتى الغدا واجي. عيني عيني على عشقين. هذاك جارك راه غادي يسافر، هذاك جارك راه غادي يسافر. هذاك ها يا لا ماشي هو، لا سي با لوي، سي با لو فوازان، لا ماشي هذاك الجار. سمعتي؟ ماشي جارك، شي واحد اخر هو. فقبل لا فان دلاني شي واحد غادي يطلبك، حيت هنا كاين زواج غادي يتعرض عليك، زواج يا حبيبة قلبي غادي يتعرض عليك زواج انتي، سمعتي؟ ولكني هذا الجار ديالك بعيد، لا ماشي هو. هل حينتي كيبغيك، طيح في الزهر ديالك، كيفكر فيك، شتي؟ ها هو ده العنطيز، العنطيز حتى هو راه كاين في لا في سونتيمونتال ديالك، وكتفكري فيه واخا هو بعيد عليك، ما كيهضرش معاك، ولكني كتفكري فيه، وحتى هو راه مازال كاين في الحظ ديالك، سمعتي؟ وراه غادي تكون عندك شي فرحه، خلي فوتو دو سيمين، لا ثوازيام سيمين، هاد لا سيمين، لا اذن لا ديرنيير سيمين في لو موا 12 ممكن تكون عندك فرحه، وماشي لو فوازان ديالك هو اللي غادي يطلبك للزواج، لا. ايوا ما قلتي لناش واش درتي شي حاجه من دوك داكشي اللي كنا قلنا لك داك النهار. ها بيك بوكس راه رجع النمل ديالو ينعس. اه يا
يا رضعينا معاك وقلنا لك عيد ميلاد سعيد. العفارت غادي ندير لكم واحد. ماذا في الصفحة، في الصفحة الخير يا حمادي، سأسحب لك ورقة يا حمادي. حمادي كيقولك عندك انتقال من مكان لمكان أو تغيير من مكان لمكان، أو ممكن تكون مهتم هاد الأيام بالوسامة واللبس وكذا، غادي تكون مهلي في راسك العفريت. أيوة فغادي ندير لكم واحد الفال جماعي ياك، واحد الفال جماعي يا العفارت. نلقى راجل على مالكي، خصو هو اللي يلقاك. كنتي اوكيبي. فغادي ندير لكم واحد الفال جماعي ياك، وكل وحده تاخذ اللي يناسبها وتخلي اللي ما يناسبهاش. صافي يلا ركزوا، هذاك العفريت. شوف يا لويز، لويز لويز لويز، الا بغيتي ندير لك فال على حساب السؤال ديالك وعلى حساب هواك، كدفعي 50 درهم او 5 اورو او ما يعادلها. لكن اذا ما عندكش زيك زي البنات، اهلا اهلا كروزة، زيك زي البنات، إذا كنت تتفاعلين وتشاركين في اللايفات وتحضرين كل يوم، عفوا شكرا لك يا آية، ربي يسعدك، فكنسحب لك بحالك بحالهم. أوكي لما كيجي السحب بسحب لك زيهم، لكن أعمل لك فال على حساب هواك وعلى حساب سؤالك لا. فالبنات غادي ندير لكم فال جماعي وان شاء الله يكون خير. فغادي يكون هذا الفال البنات اللي حاضرين معايا في اللايف، وغادي نهضر على كل شيء، فخذوا الشيء اللي يناسبكم واللي ما يناسبكمش انسوه وما تهتموش به. اوكي فان شاء الله يكون فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، حطوا نيتكم وان شاء الله تجي حاجه اللي تفيدكم. يوا كيقول لك اللي عندها خطوب واللي عندها زواج اللي عندها ترسيم علاقه، هي اللي عندها الرجل الاسمر اجنبي او في بلاد بعيده، هذا عندك معاه زواج، عندك معاه ترسيم علاقه، عندك معاه فرحه، عندك معاه حظوظ، عندك معاه استمراريه، غادي يعبر لك على الحب ديالو وغادي تكوني معاه ولا اروع. اوكي حتى الا كان هذا الزوج ديالك فبينك وبينه فرحه، خصوصا اذا كان اجنبي او في بلاد بعيده. بالنسبه اللي عندها الاسمر اللي هو قصير، هذا الانسان غادي يكون بعيد عليك ورد عليك بالدار وكاع ما مهتمش ليك هذا الشهر هذا كله، راه في لاله ومالي والزهو والسهرات والصحاب والقصاير وداكشي كاع ما دايها فيك، وهو محبوب من طرف البنات، البنات اللي كيتبعوه. صافي الحنط اللي هو قصير، الا كان الطليق ديالك عندك معاه رجوع، الا كان حبيب زوج خطيب راه كيفكر فيك ليل ونهار، وغادي تكونوا متوالمين متحابين قراب لبعضياتكم، بيناتكم لما تشمل، ممكن يكون بيناتكم هضره وكلام على عقود على اوراق. بالنسبه للحنط اللي هو متوسط القامه او طويل، هذا الانسان مشتاق لك اشتياق كبير جدا، وعندك معاه تطورات وتغييرات الى الاحسن، وغادي يتصل بك وكيحبك وكيموت عليك. بالنسبه اللي ما عندهاش حبيب، الله يكون في عونك وحاضره معايا في هذه اللحظه هذه، راه كاين عليك اسحار، الا ما حيدتيش دوك الاسحار راه ما تزوجيش، ولكن الا حيدتيها غادي تضربي لك واحد الزويجه ديال تموليك ديال التضخيم. بالنسبه اللي كتسال على الرجل الابيض المتوسط القامه او الطويل، هذا الانسان بعيد عليك ولكني راه مازال كيشوف لك، ولكني مشغول، ممكن تكون طرف ثالث في حياته او وحده كتستغلو ماليا، ممكن تكون اختو مو حبيبته الطليقه ديالو صاحبته ولا ما عرفتش شكون هذه. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، هذا الا كان الطليق ديالك عندك معاه رجوع،
الاخريات هذا الانسان غادي يكون وفي وصادق معاك، ممكن يعزمك هذا الشهر هذا المطعم مقهى، او غتكون كثيره الخروجات بينك وبينه، كيحلم بك هذا الانسان هذا. هذا الانسان قبل ما كانش كيدير فيك الثقه، وكان كيتجس عليك وكيراقبك، والان فهو واثق منك 100%. بالنسبه اللي كتسال على العمل، الدراسه، الامور الاداريه، كاين عندك عين وحسد. كنتي كتسني زيادة في الأجر، غادي تكون عندك زيادة في الأجر. كنتي كتسني منحة دراسية، غادي تكون عندك استقرار بخصوص السكن، عندك لمة شمل العائلية أو صلح مع العائلة. طينيني الحظوظ غادي تكون عندك في كل ما يخص الإمضاءات. مثلا بغيتي تسيني على شي حاجة، كتسني إمضاء من عند شي حد، أيوه تكوني محظوظة. مثلا إلا بغيتي تهلاي في الصحة ديالك، ديري فحوصات، ديري علاجات، تكوني محظوظة في هذا الشيء هذا. يلا صافي سالينا، انتهى. إيوا صافي، بارك عليكم، 12 الليل هاي. عجبك الفلك الروزة؟ ندير لك زوز باش نسد كرزرز. اتحبين زوز؟ بغيتي زوز؟ غادي ندير لك زوز وغادي نسد من موراه. ختامه مسك، حسنا. فنديرو كغاز اون دو. هاتي السؤال الاول يا مدردحه يا عيني. حنا دابا نسحب لك انت وهداك العفن، دابا نسحب لك، تسنى دابا ندير لكم داك السحب اللي قالت صباح حتى تسال الكارطة. ختامه كرز معسل محلى. نعم نعم، حنطي شنو يفكر معايا، شنو ناوي كده. حسنا اوكي. غادي يكون هذا الفال ديالك والحظ ديالك مع ان شاء الله يكون خير. اهلا زورا، لماذا تاخرتي الى بعد منتصف الليل؟ اين كنتي؟ اكنت مع حبيب قلبك في هذا البرد؟ كنت تتسامرين معه؟ زيني يا مكان لويز. وها لويز، هو علفتوك، هو سرجتوك. لماذا انت قلقة؟ لماذا انت هكذا تدمرين نفسك وتتعبين نفسك بالتفكير؟ ايش الحياة، انطلقي. لماذا يا حبيبة قلبي، شاركي في التجمعات، في اللقاءات. كيقولك أين ستجدين حبك؟ ستجدينه في كل الأماكن اللي فيها تجمعات، لقاءات، محاضرات، ندوات، الأماكن اللي يكون فيها كده ناس كتيرة، هناك حتلقي حياتك العاطفية. يقولك هذا الإنسان هذا هو الحنتاوي. قالك هذا الإنسان هذا راه كيفكر، بغا يهضر معاك وبغا يتلقى معاك، ولكني والو. غادي يسافر، عنده سفر الخارج. دابا هاد الايام راه مسافر هاد الاسبوع، فجيتي انت هنا وجا هو هنا وقلبو وعقلو هنا. ف كاين عنده سفر، هو يتمنى لو انه اتصل بيك او تلاقى معاك، ولكني ما لقالك جهد. فهاد الانسان هذا معصب، هو بنفسه معصب، نفسه معصب، نفسه بنفسه. فلا ارى جديدا هذه الايام، لا ارى جديد. بعيد عنك، بعيد عنك، لأنه حيكون مسافر، ما هيكون مشغول، عنده أمور شغلة. أنت هنا بتدمري نفسك، بتعذبي نفسك، بيقول لك انطلقي، عيشي الحياة، طيري كالفراشة، شاركي في التجمعات، في لقاءات، جمعيات. إذا مثلا في جمعيات اشتركي، انخرطي مع جمعيات، عملي جمعية كده في التجمعات، في هاد المسائل اللي فيهم تجمعات وجمعيات وكذا، هي اللي تلقاي فيها
الحب ديالك. ويقول لك هنا رجل اسمر، هذا اللي ما حبيتيش مازال حيدخل عتبة البيت. وفي رجل ابيض كذلك مهتم بك وبيتقطع وبيتعذب. الرجل الابيض هذا كاين في ظهرك في حظك. الرجل هذا الابيض اجنبي او يعيش برا البلد، وكي حتى هو نيته انه يجي للعتبة. اما بالنسبة للاصحار فهي خارجة، يعني ليست هناك عليك اصحار او طاقات سلبية. اوكي حلوة. اذا الطاقات السلبية زائلة. الابيض شخص ابيض اجنبي او في بلد بعيد عندك في الحظ ديالك، وممكن يعني تسمع عليه اشياء هاد الاربع اسابيع المقبله، قلبه وعقله معاك ويفكر يجي للعتبه. ورجل اسمر هذا اللي ما تحبيهوش انت مازال حيدخل للعتبه. اما الحنطاوي فسيكون مسافر. يا مسافر وحدك وفايتني، لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. تيرارارارا تيرارا 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 تيرارا. فغادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحظ ديالك في العاطفة من هنا لنهاية السنة. هل في أشياء جديدة من ناحية العاطفية؟ في حاجات كده حلوة؟ إيه خديجة العاطفة قالك إذا كان الواحد مستقر عاطفيا فكل شيء الأمور الأخرى تأتي بالساهل، العمل، الدراسة، الصحة، السيارة، البيت. لكن إذا عملتي بيت، سيارة، أي شيء، سافرتي وكذا وما كنتش عاطفيا مستقرة، ما بتحلالكش الأشياء دي. مين دي لوجي؟ ده احنا كنا حنسكر يا أختي يا لوجي. قلت لي واش يحصل من حولي ونصيحة نهاية السنة، وهل في سفرة لي بعدك؟ ان شاء الله يا اختي يا لودي، ان شاء الله ان شاء الله يكون خير. استني يا اختي عقبال ما اخلص مع كروستي العزيزة واشوف لك يا حبيبة قلبي. شوفي يا كرز، قدامك من هنا لنهاية السنة فرحة كبيرة. أوكي، يعني أمامك فرحة كبيرة جدا، بس أنت اللي بتضغطي على نفسك بأفكار وآراء وضغوط، بتضغطي على نفسك وعلى تفكيرك. أما الفرحة فهي قريبة قريبة، وقدامك رزقة كبيرة كذلك مشتركة مع الأهل. ف هوني على نفسك. بالنسبة للخط العاطفي فكي يقول لك يعني العاطفة شكون اللي كيشوف لها؟ الحنطي. يعني من هنا لنهاية السنة الحنطي هو اللي حيكون مهتم بك أكتر شيء، ويكون هو اللي مايل لك، مايل قلبه هنا. يعني الإنسان هذا ما بيقدرش يحكي معاك، ولكن قلبه صافي ونيته صافية وجاي في الحظ ديالك. حنطاوي موجود في حظك وبيحبك وبيشوف لخطك العاطفي، والفرحة أمامك فرحة وأرزاق كذلك، بس أنت تفكيرك سلبي. وفي رجل أبيض كذلك راح تكوني محظوظة معاه بخصوص أمور عملية أو إدارية أو أمور خاصة بفلوس. الإنسان هذا الأبيض أجنبي أو عايش برا البلد اللي أنت فيها، فالعاطفة بين فيها فقط الرجلي الحنتي الحنتاوي. قلتي لي عام، ايوه، ونصيحه وسفر. حسن حسنا يا لودي. كان مسموع؟ سمعتيني كروزه؟ هل كان مسموعا فالك؟ وي 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 وي. شكرا 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 حبايب قلبي، العفاريت، الحنشات،
الفيعات تبارك الله عليكم شبت. سلامي ربع يا معلم يا سيدي الجدعان، سيدي الجدعان حبيبي راجع من الغربة وبقاله زمان تين ترارارا. فان شاء الله نشوفوا لك الفال بصفة عامة، ومن بعد نشوفوا لك السفر والنصيحة. فغادي يكون هذا الفال ديالك يا لودي، وهذا الحظ ديالك بصفة عامة من هنا لنهاية هاد السنة. شنو ممكن يصرى من مستجدات او حاجات تفيدك؟ بالنسبه للامور العمليه الاداريه ما عندكش عليها خير من هنا لنهايه السنه، ما كاينش شي حاجه اللي هي تفرحك، لا. اي امر خاص بالاداره، خاص بامضاء، خاص بعمل، ما فيش حاجه اللي تريحك، لا. غادي تكوني كثيره الوسواس، كثيره الشك، تفكيرك كله سلبي، كتفكري فقط غير في الفشل، ممكن افشل، ممكن ما عندي زهر، ما عنديش حظوظ في الحياة العاطفية، يمكن الرجال اللي يشوفوا لي يبغيو غير الحرام، يمكن ما عنديش حظوظ مع الرجال، فهذا غادي يكون تفكيرك. لكن الفال كيقولك من الناحية العاطفية هناك شخصين، بالعكس كاين هنا رجل ابيض ورجل عنده منصب عالي، فالابيض غادي يكون هاد نهايه السنه يفكر فيك بالليل، يحبك، مشتاق لك، مشتاق للقاء بك، كما انك انت مشتاقه لهذا الابيض. الرجل اللي عنده منصب هذا كذلك يحبك، يتجسس عليك، يراقبك، يحب يعرف عنك كثير هاد الانسان هذا. بالنسبه للبيت، كل ما يخص العتبه البيت فهو رائع، عندك فيه حظوظ. مثلا بغيتي بيع، شراء، كراء، رهن، امور خاصه بالسكن لن يكون عندك مشكل. حتى اذا كنت مثلا تنوين ديري اعمال روحانيه فغادي تنجحي عليها. مثلا بغيتي ديري تنظيف بيت ابخره، طقوس عباده، تسابيح، تهتمي بالموارئيات، هاد الامور هذه غادي تكون عندك فيها خير وغتكوني ناجحه فيها. اوكي، بالنسبه للسفر اللي هضرتي عليه دابا نعاود نشوف لك عليه مره اخرى، ولكن هنا بالنسبه للسفر، نعم السفر غادي يكون عندك ناجح، وغادي تكون عندك عليه مفاجآت وفرحه وحاجات جديده. اوكي، فالسفر عندك فيه خير، فقط خلي تفكيرك ايجابي، لا تكوني سلبيه. اللي ما عندكش فيه خير هي الامور الاداريه العمليه، هذه اللي عندك فيها مشاكل من هنا لنهايه السنه، لا ارى، او امور خاصه بامضاءات لا ارى فيها خيرا. فغادي نشوف لك بخصوص السفر، وغادي نشوفوا النصائح اللي ممكن يعطيها لك الفيلم. فان شاء الله يكون خير. غادي يكون هذا الفال ديالك يا لودي. نشوفوا بالنسبه للسفر، هل سيكون عندك سفر من الان الى نهايه هذه السنه؟ واذا كانت نصيحه، بشاره، تحذير، تنبيه او توجيه بالنسبه ل، ان شاء الله يبان في الفال ديالها.
البيض كيحبك والحنطي كيحبك. اذا كان شي حنطي كان بينك وبينه بلوك، فهاد الحنطي غادي يفك البلوك وغادي يهضر معاك، بينك وبينه رجوع وصلح. والابيض بيحبك وغادي يفاجئك هاد الاسبوعين هادي، ممكن يرسل لك او يجيب لك هدية. بالنسبة للسفر، لا حتى لدخول السنة الجديدة. اوكي، لا ارى سفر من هنا، حيت في الفال الاول كيقولك ايه مازال غادي يكون عندك سفر، ولكن لما سألنا من هنا لنهاية السنة هل سيكون عندك سفر اللي طلبتيه انتي، فكيقولك لا حتى تدخل السنة الجديدة. اما من هنا لنهاية السنة لا، ما كاينش السفر، وخصوصا مع الاهل، يعني مع الوالدين، مع الاهل بالدرجة الاولى، او الناس اللي ساكنين معاك في نفس السكن. اوكي، فيقول لك هنا سواء مع الوالدين او ناس كبار في العمر يسكنوا معاك في البيت او جيرانك، هادو حاولي انك لا تتعصبي لا تغضبي على هاد الناس هادو. اوكي، يقول لك كذلك تواصلي مع الأهل، اسألي على أهلك خصوصا الوالدين إذا كانوا مازالين في الحياة. يقول لك دبري الأمور ديالك، يعني حاولي تعرفي تسيري الأمور المالية ديالك، يعني بحال هنا تينبهك كيقول لك أمورك المالية انتبهي لها، يعني ديري دراسة للأموال ديالك من البداية، هذه راح تروح هنا وهذه راح تروح هنا وهذه، يعني كأنك تقسمين المال ديالك، هذه راح تروح للسفر وهذه راح تروح لللبس وهذه للعلاج وهذه المعرفت شنو. وتصدقي من مالك، اوكي، ولو يكون قليل. ماذا ايضا؟ ضروري عاود كيعاود يبان مرة تانية الصدقة، ضروري أن تتصدقي من الأموال ديالك. كيقولك أنت غادي تكوني إنسانة محظوظة في المساء هاد الأيام أو هاد 3 أسابيع المقبلة، أي شيء بغيتي ديريه في المساء من ورا العصر أو بالليل عندك فيه خير. قبيل كان عطاني بأن الأمور العملية غادي يكون عندك فيها شوية ضغوطات او مشاكل، فمع بداية السنة غادي تحل جميع المشاكل ديالك، غادي يكون عندك ارزاق وخير، وممكن تنشئي مشروع او تبني مشروع جديد ويكون عندك عليه ارباح، ولكن دائما تصدقي بواحد النسبة من الارباح ديالك. فهذا هو اللي بان بان لما تشمل العائلية، تواصلي مع الأهل ديالك، تصالحي تسامحي، لا تزعلي لا تغضبي، لا تكوني سلطوية ولا تكوني عصبية مع الوالدين أو الأهل ديالك أو الناس اللي معك في السكن أو الجيران. حاولي أن تتصدقي من الأموال ديالك، حاولي ديري دراسة للأموال ديالك، ترتبي أو ما تكونيش هكا عشوائية، تتصرفين في أموالك بعشوائية. من الناحية العاطفية، كان عندك بلوك مع راجل حنطي، فغادي تفك البلوك وغادي يكون عندك صلح معاه ورجوع، وهذا الحنطي كيحبك وباغي معاك المعقول وباغي معاك الجد. وكاين رجل أبيض حتى هو غادي يعطيك فلوس أو هدية وغادي يعبر لك على الحب وغادي يفاجئك خلال 3 أسابيع المقبلة، وغادي يكون بيناتكم هضرة وكلام. كاين كذلك حتى الرجل الاسمر منتبه لك، رد لك البال هذا الاسمر هذا، وحتى هو باغي المعقول او باغي الزواج. 3 اسابيع يكون عندك الخير المساء اكثر من الصباح. الامور العمليه الاداريه او اي شيء خاص بحال هكا، فمع بدايه السنه الجديده تكون عندك حركيه وفلوس وارزاق، لكن فهاد 3 أسابيع كاين شوية ضغوطات في كل ما يخص العمل والإدارة. لا 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 لا. والسفر ما كاينش، يعني السفر غادي يكون في السنة الجديدة. زهرة لاباس عليك، لاباس، يلا البنوات خير ان شاء الله خير. فغادي نسحب لكم الاوراق لحد ما تنتهي.
اوكي ايوا صباح عيطنا قبيله ما جيتيش، فين كنتي يا العفريته؟ حتى انا من مور نص الليل عاد بنتي. ايوا عاد كنشوفك راه قبيله وحنا كنتسناوك، ايوا ما جيتيش علاش؟ علاش ايوا علاش عاد دابا جيتي؟ حنا غادي نضربوا الكارطه حتى تسالى يا صباح. اذا غادي يكون هذا الفال ديالك صباح. صباح كيقولك راجل حنطي عندك معاه لقاء صلح او غادي يعرض عليك او غادي يكون كيتهلا فيك هذا الانسان. عالم ام فيدا كيقولك غادي تسمعي شي خبر مهم هاد الاربعه ايام او غدا. امونه كيقولك غادي تكوني مهتمه بالامور الخاصه بالسكن او بالعائله هاد الايام. لويز عندك انتقال او تغيير من مكان لمكان او عمليه غادي تجريها هاد الايام، ممكن تكون عمليه تجميل. لودي كيقولك ردي بالك كاين الناس اللي انتي كتعاملي معاهم خونه او كيخونوك. بيك بوك قالكم بيك بوكس البقرات. زلا كي ومن كيقول لك هاد الثلاث ايام او من الان الى يوم الثلاثاء غادي تحصلي على مبلغ مالي كبير بالعدد ثلاثة. خديديج كيقول لك الفال هوني على نفسك ولا تجلدي نفسك وانسي الماضي. العشق كيقول لك غادي تكوني مبذره او كثيره الصرف. حمادي كيقول لك من هنا اليوم الاثنين جايك مبلغ مالي كبير بالعدد جوج. بيج بوكس على الصوره ها واحد البيضه راه كتبغيك. ها سمعتي؟ ها واحد البيضه ها سي بيك بوكس كتبغيك. مريومه كيقول لك الفال شويه ديال الرياضه الحركه، تحركي ترزقي رياضه رياضه. لويزا كيقول لك بشاره خير هاد الايام. مريم الزارقو كيقول لك الغايب غادي تشوفيه او معرفه جديده. حنان الحلاوي غادي تعيشي راحه بال عاطفيه. دينار ردي بالك ممكن تعرضي الاسحار. العشق كيقول لك الصلح او لما تشمل او حضور وليمه. الكوثر كيقول لك راجل حنطي مازال كيبغيك واخا يكون غايب عليك. لودي كيقول لك غادي تكوني مهتمه بالامور العمليه هاد الايام هادي. حمادي كيقول لك رد بالك ممكن تعرض للسرقه او النصب او انت انسان مستغل هاد الايام. زلا كي ومن عندك هديه كبيره غادي تحصلي عليها او شراء شيء ثمين. صباح كيقول لك غادي تحصلي على ورقه رخصه شهاده او عقد. منى كيقول لك غادي يكون عندك صرف كثير هاد الايام. زهره كيقول لك غادي يكون عندك سفر هاد الاسبوع هذا من مدينه لمدينه. مريم زارقو كيقول لك راجل ابيض كيبغيك واخا يكون بعيد عليك. لويزا كيقول لك غادي يكون عندك تطورات يوم الخميس. بيج بوكس كيقول لك تهلا في الوالدين. خديديج كيقول لك غادي تحضري مناسبه سعيده من هذا النهار الى يوم الاثنين. صباح مازال غادي يكون عندك سفر للخارج اذا ما كانش عندك خلال 3 اشهر، فخلال 3 سنين ما غاديش تبقاي في الوطن ديالك. امينه ملياني كيقول لك الراجل الابيض كيبغيك ومازال غادي تستفدي من الارزاق ديالو. بيلا كيقول لك يوم الخميس غادي تحصلي على مبلغ مالي كبير. عالم ام فيدا كيقول لك عليك العين والحسد هاد الايام. لويز كيقول لك عندك صلح او لقاء مفاجئ. لودي اتصال هاتفي غير متوقع. الما رجل اسمر في طريقه اليك. زهره غادي تكوني محظوظه هاد الاربعه ايام هادي. بيج بوكس عندك فرحه فرح الله اعلم نجاح فوز خطوبه او زواج. الكوثر كيقول لك سهر بالليل ارق وتقطع في النوم. خديديج كيقول لك زياره صديقه لك، شي حد غادي يزورك هاد الايام، امراه او بنت غادي تزورك. حنان الحلاوي كيقول لك الصحه في تحسن، تشافي عندك.
أمينة ملياني كيقول لك ما تديهاش في المناطح، ما تديهاش في الناس، خلي اللي يقول يقول، لا تلتفت للناس، الباب اللي جيه الريح سدي يا ولد الناس، خلي اللي يقول يقول، لا تلتفت للناس، الباب اللي جيه الريح سدي يا ولد الناس، يعني ما تديهاش في الهضره د الناس. عصرتي انت يا عصرتي، مسكتي. ايوا ما كتعرفيش تحكمي في الحلق ديالك. هيا ايوا يا ما نعستيش العب بلاتي، خليني نشوف. هيا ايوا يا ما نعستيش بلاتي نشوف. لايا ايوا يا ايوا، علاش ما نعستيش ايا ايوا يا؟ اللهم امين اللهم امين. فايا ايوا يا غادي نسحب لك. ايا ايوا يا كيقول لك ردي بالك، ما تكونيش ساذجة حتى في الحياة العاطفية ديالك. كوني فايقة وعايقة، جبدي ودنيك وحلي عينيك، فهمتي؟ وراه كاين واحد لعين طيز كيبغيك، كاين واحد لعين طيز مازال غادي يقول لك راني كنبغيك، فهمتي؟ وإذا كنتي مخاصمة مع شي واحد حينتي، راه غادي تصالحي معاه. هاد الحينتي هذا كيدير معاك التخاطر، يعني كيفكر فيك بالليل و تيقول يا ربي تكون كتفكر فيا هذيك الانسانه، هاد الحين تي باغي يتلاقى معاك، فهمتي؟ وردي بالك الا عرض عليك شي واحد هاد لا سيمين هادي، ما تشربيش من شي كاس بوحدك، ولا تاكلي شي ماكله يجابها لك شي واحد ودق عليك وقال لك هاكي، ما تاكليش. عرفتي علاش؟ لان غادي يكون فيه السحر لي غري غري. دابا الا عرضك شي واحد هاد 7 ايام اللي جايه وجاب لك كاس بوحدك ديال العصير ولا داتاي، ما كبش وشرب حتى هو من هذاك الكاس، ما تشربيش. الا عطاك حلوه ما تاكليهاش، قولي له ميرسي وحطيها، قولي له انا صايمه ولا المعده كضرني، فهمتي؟ حيت غادي يديروا لك تخندة لا ستي بيخه. صافي ايوا ردي بالك. صافي ايوا خصني نمشي نعس على العفارت، ما كاينش الدايداي، ما كتدعمونيش، نتوما خايبين. ما بقيتش نعاود نجي نحللكم اللايف، صافي قاطعه قاطعته، كنضحك عليهم عالمهم فينا يا صباح يا صباح، انتي ما كتعرفيش تمضغي؟ واش كل مرة تبقاي تسرطي ديك المسكة؟ هيه صافي دابا تخويها غدا ان شاء الله. صافي دابا غير نعسي، صافي نامي، صافي مشات حتى لغدا ونجي يجيب لك بيك بوكس وحده. رضوان ميرسي. ايا ايويا راه ما كتعجبنيش هاد لويز الهضره هذيك، تستاهلي ما تبقيش تقولي عليا. انا كيخصني الفعل، الفعل صاحبتي الفعل. يا راه ما تتعجب تاني، نبدا نعطيكم الهضره الخاويه. صافي يلا سيروا تنعسوا، صافي سيروا تنعسوا يلا. انا وغزالي هلالا، انا وغزالي في الجبل لقط الرمان، انا وغزالي هلالا، انا وغزالي في الجبل لقط النوار، انا وغزالي هنا هلي هنا، هلي كلي كلي ما عندك والي. ركض 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 ركض، تا 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 تا، تصبحوا على خير، باي باي.